يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فسييسر لعمل أهل السعادة، يقول هل معنى ذلك أن المسلم لا يجد مشقة في الطاعة؟ وما نصيحتكم لمن وجد مشقة في عمل الطاعات؟ نعم، المشقة قد يكون زالت هذه المشقة وتلذذ بها، لأن النفس مثل الدابة، إذا روضتها تعود، وإذا لم تروضها نفرت، فإذا عودت نفسك على العبادة اعتادت، وكانت في الأول تشق عليها وفي النهاية تكون سهلة عليها تتلذذ بها. هذا من ناحية، نوع من التيسير، ولكن المهم التوفيق. فسييسر لأهل السعادة، ييسر، هذا توفيق. نعم، يوفق، والعكس أهل الشقاوة يوفق للشقاوة. نعم.